سيدات والسادة النواب، صحيح أن الأزمة الحالية المتعلقة بندورة المياه جت نتيجة ديال التغيرات المناخية، لكن باش نكونوا صريحين وواقعيين، لابد ما نعترفوا بأنه، واخا بغيت نقدر نقولها مع اللي ما نديرش ليك، أنه كاين بعض التأخر في تنفيذ بعض الاستراتيجيات ديال الماء اللي توضعت سنة 2009. وهذا الشيء اللي كنقول ماشي من أجل المزايدة السياسية، وبالمناسبة السيدة ديالكم غادات المزايدة السياسية وطيحت هذاك لو ديال بأنه ما يكونش نقاش سياسي. لا لا دارتو، واش دارتو؟ دارتو، ما كاين باس، المهم نسجلوها نسجلوها، ولكن حنا غنبقاو في التوجه ديال سيدنا، ما غاديش نرجعوا للور.